الحرب كيلاقي ناس وكيبعد ناس. القصة ديال هاد القرية اللي هي قرية الشينوا غادي تعرفوا بزاف ديال الحاجات، منهم الجانب الإنساني والأسر اللي جاو من فيتنام وسكنوا في هاد القرية اللي هي قرية الشينوا. بداية ديال هاد الرحلة غنبداها بالأوتوستوب. خوتي انا ديرك اوتوستوب دابا، كنساين شي واحد يوصلني للقنيطرة. انا بين بوزنيقة والمحمدية. السلام عليكم خويا، غادي للقنيطرة؟ لا ماشي مشكل، توصلني. الله يحفظك والديك، شكرا. السلام عليكم الخوت، وصلنا للقرية ديال الشينوا، المنطقة اللي غادي تكتشفوا معايا بزاف ديال الحاجات. غادي تبقاو معايا، غادي نعرفوا هاد الناس علاش سكنوا هنايا وعلاش سموهم شينوا. الخوت بعد عناء طويل لقيت واحد العائلة غادي تصور معايا، حتى هي من الناس اللي عاشوا في فيتنام وعاشوا في شينوا. المهم ندخلوا عندهم. اذا صراحة بغيت نسولوا على المنطقة ديال ناس السكان ديال دار الشينوا، سبحان الله. هو يقول لي انا راني منهم. دابا انا غادي ندخل عنده ونناقشوا معاه ان شاء الله، وما يكون الخير باذن الله. محمد العلام اللي قرب يوصل ل 100 عام ضايفني بكل حب وابتسامه. هذا من الوقت اللي كان في القنيطرة كقريو هنا كنقراو، ولا انت قري شي هذاك المسنهار دخل تقرا ماركي، ولا ما قريش ما حطولكش والو هكا. انا خاصني كنقول لك قرا العربية ديالك، ما كنقول لك قرا العربية ديالنا، ما شفتش عارف انا فين غادي وفين جاي. والله انا كنت في الشينوا. ياه والله الا كنت في الشينوا. شي العام كورونا قبل ما تجي كورونا شي اللي يلقاو فيه الدين فوق معوج يجرو عليه. لا يقول ليه هاتيك السين هادي لافوج لافوج هادي 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 حداد يقادك معوج. وهنا ولي هاد النهار جينا على البلاد خاوية، ما فيها والو. سبحان الله، ما اللي درنا هادشي. دابا هاد الشجرة سميتها هادا فرنسية يقولوا لها فوريابل. فوريابل هادي معروفة في فيتنام. معروفة هادي، اللي تسمى فوريابل هما كيقولوا لها، ما كيقولوش هما فوريابل، كيقولوا له وي وي وي، بس كيسميان وي وي. وبالفرنسية كيقولوا فوريابل. غوريابل، وشنو الدور ديالها مثلا؟ كداوي ولا؟ الدور ديالها حاشاك إذا كانت واحد كشهو لاليا. لا هذاك الورق اللي غادي عاد فيخرج، داك الشهو اللي في الورقة. طبخو، ديرو في القرعة شي بيض وشرو مكانش، شافت نقضاتنا مكانش. لا هذا البلد ديالها عندنا حنا موجودينش. هادي هي الشجرة اللي قالكم عليها. شجرة اوني كاينه غير عندهم، كاينه عندهم غير هما. عاد بلا شي نواجيك
اللي خرج عادي اللي خرج نمشى اللي خرج عادي ولك هذا إيه فعاد قد بجاء لا خرج تكون هذه 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 تدخل تدخل في البحث أي ولي حمار الماكل ولي حمار كنا ديال الشيء بحال أتايا بحال أتايا ديال الصين أيوا ويبرد وشرب كاس منه راه هذاك هو تولي الكرش ديالك عادية. دابا نتوما نهار مشيتو نهار مشيتو لفيتنام الاستعمار ديال الفرنسي كان حاكم المغرب هاكا كان حاكم المغرب ويعني يعني الحالة ماشي هو هذاك معركة عرف الاستعمار الفرنسي اللي كاين اللي شرف المغرب ماشي شي حاجة اللي هي فهمتي؟ اه من بعد انا كشت الاخر علي لك شي كما كانت دخلت الدار من فرنسا شوية نرد على راسي شوية دخلت الدار من فرنسا دخلت ما عرفت والو كوكتاك ما عرف ما ندخلش ولكن عارف والو ما قاريش ما فهمش ما والو دخلت الدار من بعد قعدت انا عام هنا في المغرب اولا في مكناش ثانية مشينا عاوتاني من مكناش مشينا لاخويا عليه الوزان كانت شي اكاديمية تما بالعسكر يمكن في مكناش لا في مكناش اكاديمية فرنسا هذيك ديال فرنسا صبات فرنسا فهمتي بدا يبني لها الشام هذاك الوقت من بعد دوزنا واحد الشهر تما داونا الوزان من بعد الوزان داونا عاوتاني لاخويا عليه حنيفة حنيفة كان جاي نتعلمو كيفاش نبربو العسكر يعني كان الرامبور اللي غادي يمشي لاندوشين فهمتي حنا ما نعرفو والو واخا مشيو ما عارفين والو ذاك الوقت مازال الحالة مشي ليا شوية مويا أنا أول من الناس كان كنت في الفرقة ديال البروباغانديس هاد البروباغانديس ما عرفتش كنخرجو الباص مثلا بوس ليه هنا كيكون عندنا هذاك الميكرو هنا هنا الخيط ديال الاخر عليه ولكن هذاك البوق كيهضر غير مبارح وكاين العشاش عليه كي كان بداو نديرو في الدعايه العسكر فرنسا باش يرجعوا لبلادهم يا ابن عمي يا فيتنام راها تضرب على بلادها يا المغرب راها خاربه فرنسا روحوا كي تكمل الكونتر ديالك روحوا للمغرب ضرب على بلادك الملك مفاوح نفاتو فرنسا كي كان المنشوش ديالها كي كان جمعوه كيتفرق على الناس اللي كيخدمو داكشي داكشي بحال بحال الدول الشيوعية ايوا كيتفرق على الناس اللي كيخدمو واللي دار شي حاجة ولا شي حاجة كنديرو لا كريتيك دكتور كريتيك عرفو ياك عرفت ايوا لا كريتيك نتسالدو شي واحد الحاجة مليحة انا غادي نقلك خويا فلان دار واحد الحاجة فلانية وما خصوش يديرها خصنا نعاونوه إلا تعرف واخا ما تعرفش كاين الناس اللي تعرف بها دابا هاد المرحلة اللي كتهضر لي عليها أين أين سنة؟ هادي في 54 في 56 57 58 58 إيه حتى جينا حتى جيتو فهمتي هذاك الوقت من بعد فاش مشدت الحرية ديالها حنا شدينا عطاتنا البلاد عطاتنا الكتيبة عطاتنا كل شيء كنا داك المنشوش كل شيء ديالنا ولكن الخلصة الشهرية ديالنا جانا كانت خلصوا الخلصة ديالنا والخلصة ديال الأولاد كانت خلصوا لأولادنا وخا يكونوا عندك عشرة يتخلص عليهم حد شيء عندهم في المنزل خبرونا الناس قال لك مات بعتوه لهذو بعتوه للمعلم نيشان الملك مولاي الحسن الله يرحمه بعتوه ليه نيشان النهار اللي بعثنا عليه الضومان ديالنا على خاطر كنا واحد الولد كان معنا من جود صالح هذاك من جود صالح قال مزيان مع عربية وفرنسية وهيما مليان بعثناه للسجن بعد السفارة ديال السجن السفارة ديال السجن حكى لهم حنا كيفاش العيشة ديالنا واش مزوجين وكل الناس وكل شيء هذوك السفارة كيقول لهم دوك الدراري هذوك دابا كاع مزوجين وباش نديرهم مشاو مع الصعوبات ينجموا هما يجيبوهم ويخلي ولادهم والعيالات ونفركتوهم على السفارة ديال المغاربة السفارة ديال المغاربة في الدول ونهار اللي يجمعوا شوية ديال الفلوس يجيبوا ولادهم وعيالاتهم هذاك ما يقول لا 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 شي ما يمكن حتى واحد ما يسمح بولاده. اوكي.
هو قال لها خاصك تكتبوا للملك نيشان، الملك سمنا الملك الله يرحمه نيشان، هذاك طلب الأول شافو، طلب الثاني شافو، عرفوا معاه كيف كيف، احنا 85 واحد. الله يعطيكم دابا في هذه المنطقة هذه كاملة. وما عندناش، هذيك هي النهار اللي دفعنا دوك الضمان ديالنا، العشام الداخلية ديال الفيصل. دابا أنا نعاود نسولك، نسولك على هذا السؤال. إيه. دابا أنتم شحال بكم هنايا؟ حنا سبعة. سبعة العائلات. سبعة العائلات. آه. والطريقة كيفاش جيتوا من الأندوشين؟ الطريقة كي كنا في الأندوشين الملك اللي جابنا. هكا. قال للفيتنام من هذا غادي نشوف الطياره، قال للفيتنام ما تعطيهم حتى حاجه، ما تعطيهم حتى حاجه، لا حسابات ولا يديك ولا يخليك، غادي يجيو المغرب الشيء اللي بغاوه غادي يعطيو لهم. وفعلا جد جد الملك ديالنا ما لحناش، جابنا نهار اللي حقنا لهنايا الرباط هذاك السلام المطار. اللي قال لك اللي بغى يمشي عند الثمانية ديالو فهاد الساعة يمشي، واللي بغى يمشي الخير ديالو يمشي، كل واحد طلب، أنا واحد من الناس طلبت فيه عند الثمانية ديالي، هو المرة مسكينة ما تعرف لا لو، ما شاء الله وخلاص، ومن بعد عيطونا لقيتنا مهجور، قعدنا وقيلا شي ربع أيام، كيعيطونا حنا الناس اللي جينا بالفيتنام كيعيطونا لقيتنا مهجور في الرباط، هذاك الوقت عيطوا لهنا مشينا، حنا بعد الناس هذو اللي كانوا هنا مشينا للرباط، هذيك هي قعدنا شي يومين في جا هذاك من هذاك اللي كان يقول لي اسمه مجور، جا واحد القبطان هو اللي دبرنا في غادي نوطيل في باب الحد، في باب الحد، على هاد البلاد هادي لنا، قال لك الطيارة شي شي دراري صحاب الشجاري غادي يمشيو لتما، جينا لهنا جينا ونطيل حل البلاد ودار انا وفيها الكتيبة وفيها كلشي، هادوك الناس الدولة ناداتهم مشاو، حنا شدينا الأرض هنا تحت البحر، الدولة معاونانا عامين وهي تعاون فينا هنا، بالحرث بالزريعة بالحصاد بكلشي، مع اللي كنكون الحرث كتجي من البجالة يحرثونا ويزرعونا ويمشيو. مع اللي كيولي الحداد كتجي الماكينة تحت الدنيا، وحنا كنجمعو عامين وهي معاونانا الدولة، بالأمر ديال الملك ماشي زعما ماشي من الأمر ديالو، وهي هاديك شدينا راسنا دابا ولينا خدمو على راسنا الحقيقة، الحكومة ديالنا ما لحقناش، الملك ديالنا ما لحقناش الملك، كناش بزاف اللي حدونا، كنقولكم ويلي هادوك الشينوا ما عارفين كانوا جاو عندهم البلاد وحنا اللي موالدنا، حنا مغاربة كيما ذلك المغرب كان شد الحرية ديالو وتونس كيف كيف بقات فرنسا هذيك الجزائر حاصلة الحرب مع فرنسا، هذيك الوقت حنا كنعاونو حنا كنعاونو بداك الشيء هذاك، نعاونو الجزائر بنهار ولا يومين ديال الجورني ديالنا كنعطيو لها نعاونوها وكيجمعو كلشي وكيدفعوه يعاونو بالجزائر، وهذاك الوقت هذاك فيتنا كاين هذا الشخص هذا كيقول لك المغرب وتونس لا لا خوت خوت ها كيف كيف المغرب العربي كيقول دابا الجزائر راه في الحرب راهم في الحرب والجزائر وتونس والمغرب شدوا الحريه ديالهم دابا في العون دابا شكون اللي كيعاون الجزائر؟ قال لك المغرب وتونس الجناحين ديال الجزائر الله يشتري الطير باش كيعاونوها وما اليوم خاصهم يعاونوها باش تنصر على الاستعمار الفرنسي. اوكي. المغرب وتونس جناحين قال لك ديال هكا ديال الجزائر باش هكاك الدولة باش تعول عليهم ويعاونوها. بالصحة. عندي واحد الإحساس هو أن الديور من بعدين كتلقى دار بعيدة على دار وكلها في بلاصة، وزيد عليها هما تبارك الله كيديروا جميع الفواكه، كتلقى دير الليمون البنان الحامض أي حاجة
بانت لك فراسك كي دايره خوت. هنا غتقضى الحلقه ديالنا، عييت ما نقلب على شي عائله ثانيه نجلس معاها ونناقش معاها ونهضروا ونعرفوا علاش تسمت هذه المنطقه هذه بقريه الشينوا ما كتبش. كاين بعض الناس تلاقيتهم وهضرت معاهم حبيان وشرحوا ليا، ولكن ما بغاوش يبانوا في الكاميرا. تهلاو لي فراسكم وحبكم، وما تنساوش ما ديروش لايك، واللي مازال ما دير سبسكرايب بيان سور يدير سبسكرايب. تشاو تشاو.